تباين صاروخي تجاوز القدرة الشرائية في المنتجات الغذائية الرئيسية تزامنا مع ثبات دخل المواطن الذي لا يتوازى مع مصروفاته اليومية، فهذا المشتري يتخذ من المتجر مكانا للتسوق ليواصل التحري بين الأسعار لشراء ما يلزم لأسرته بأرخص الأثمان وبجودة مقبولة. أسعار المواد الغذائية يعني زي ما بدل ما كنا في السابق نشتري مواد غذائية بربع الراتب مثلا أو بنص الراتب، الآن صرنا راشن شهر كامل ما يكفي راتب شهر، وفوق ذلك الرواتب تتأخر شهرين ثلاثة أشهر، فالمواطنين يعانون معنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وانحسرت القدرة الشرائية للمواطنين في مديريات وادي حضرموت لشراء الكمية الأساسية المطلوبة، واقتصر بعضهم لشراء ما يسد حاجيات أهله عوضا عن الأكياس ذات السعر المرتفع، في تعاون أثبتته الأيام ما بين مالكي المحال التجارية والمواطنين. فنحن نعاني في حقيقة في المتاجر، عندنا نعاني من ضعف في القوة الشرائية بشكل كبير يعني عما كان في السابق، وهذه إن شاء الله نتمنى أن الغمة هذه ترفع وأن الدولة تتحمل مسؤوليتها، وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعني كثير منها الآن أصبحت تكاد أن تنهار يعني في ظل ارتفاع قيمة المدخلات، خاصة المهن الحرفية والصغيرة، هذه المصانع الصغيرة. ومع التوتر السياسي الحاصل في البلاد فإن معاناة المواطن على ما يبدو لن تنتهي، وستلاحقه أزمات متوالية وموجة ارتفاع جنونية في ظل تواصل مستمر لانهيار العملة اليمنية مقابل الأجنبية، ما سيثقل كاهل البسطاء وحتى الأثرياء. والله الأسعار بالنار، ارتفاع غير معقول، خصوصا مع ارتفاع السعودي ذي اليومين إلى 280، هذا الشيء والله ايش بغيتوا الخلق يسوون؟ ايه عاد معهم الخلق يسوون فوق هذا الكلام، كل ما تروح مكان بالسعودي، اي شيء تبغاه بالسعودي. يواجه المواطن كل أزمة اقتصادية بمرتب ثابت لا يتعرض لأي نوع من أنواع الزيادة مطلقا، بالمقابل يواجه ذوي الدخل المحدود وعمال الأجر اليومي ارتفاعات جنونية بالأسعار الأساسية، ما ينذر إلى الموت جوعا سيصل إلى الأجيال القادمة لا سمح الله.